هاي خوهاي 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 يلا يا حبيب الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله لا اله الا الله حد يبين جبنا الشهيد على الحارة جبنا الشهيد على الحارة وين الزلغوطة يا جارة وين الزلغوطة يا جارة جبنا الشهيد على الحارة جبنا الشهيد على الحارة وين الزلغوطة يا جارة وين الزلغوطة يا جارة شباب هاويت أو راوة وشغلة كله 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 بس دايمو هيك على شوف يا بشار الاسد يا عرصه تفرج يا عرصه هاي اصلاحاتك يا اخوي هاي اصلاحاتك طالع يهرب مرته واولاده برا الحاره يا عرصه الله يوفقك والله منصورين بعون الله يا عرصه نجيب راسك وراس عيلتك يا عرصه الله يرحمك هذا خالي يا عرصه ما بده لا خلق لكم بس نعرف ولا كده. شيء خلاص هاي خلاص ابو حسن ما لا اله الا الله والشهيد حبيب الله 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 لا اله الاصلاحات يا اسد بالجناين بالحدايا العامه بالجناين بالحدايا العامه يا بشار الاسد في الله والله في الله الله. بإذن واحد أحاول يا ابو شباب يا حشرهم يا حشرهم يا شباب حشره من هون وحشره من هون اختك عصا يا شباب رجعوا شيلها شيلها حط شوي انا حطها عندي اتركها هي اتركها الله معك يا خال شباب ما تعلموا الابره امسحوا مسحوا صايم مسحوا شباب شالوا الشباب تحت كله راح يوقف فوق يحمل عالم اعطيني الحجر لهون اعطيني الله يرحمك يا اخي هاي اخوي سايب الموضوع الله يرحمك ويجعلك اعطيني اعطيني حجر لهون حجره طويله هاي بس حتى نعلي يلا احكي عنه هذا عندك باب يا شباب انت باش حدا منكم ما حدا بيعرف مين ماطر اختك من يا شباب بحدي ارى حدا يا شباب يا رب بشار الاسد الله مسحها بعد عنه هون الله عنا يا شباب اخي بسحبوا الجثه بعدوا عنه بعدوا بعد عنه اسحب الجثه على اليمين نايمه شايف الله معك يا خال علي له راسه فوق ايدي سندها سندها للحق سندها لاخوه شوية تراب شوية تراب سندها شوية تراب تمام جبنا بلوكة الاخرة هون بلوكة الاخرة هون تمام تمام وين هون ما في داعي يا بدي ما في داعي ايده نزل له اياها الله يرضى عليك ايده ريح له خلص تمام توكل على الله تحكم هي على هدول وهدول ابو العباد عرفت عليك بلغت يا نسوان يابو
هاي هاي ارقام الايما هربوا الله معك يا خال عند اللحامي عند اللحامي الله يرحمنا برحمتك يا خال بارود روسية بيوقف بيوقف طائل لله انا قلت هيك انا معلش معلش رحموا له يا شباب ارحموا له ارحموا له ارحموا يا شباب ما راح نعلي في مسحه يا اخوي شيخي بعد اذنك حطه هون عيان خليه ما ينام ولا شيء اعطينا اعطينا هيك سندها ما يسند عليه ابو حط له حاجه ليش مريحه مريحه هنا توجد دبابات العصابات الأسدية.